يعطيكم العافية. أكيد سمعتوا عن نظام الصيام المتقطع، واللي هو بشكل عام إنك تاكل لفترة معينة في اليوم وبعدين باقي اليوم تكون صايم عن الأكل، ولكن يكون مسموح لك تشرب الماء أو القهوة أو المشروبات الخالية من السعرات. النظام هذا سوى ضجة كبيرة، وكثير من الناس بدأت تتكلم عنه إنه هو النظام السحري اللي بيساعدك إنك تتخلص من الدهون بطريقة سريعة، وفي نفس الوقت فيه فوائد كثيرة للصحة. بس هل هذا الكلام صحيح؟ تعالوا نشوف الدراسات. الحقيقة أن كل الفوائد الصحية اللي سمعتها عن نظام الصيام المتقطع كانت في مجموعتين. المجموعة الأولى ما كانوا حتى ناس، كانوا حيوانات، وشافوا أن فيه فائدة في الفئران إذا طبقت نظام الصيام المتقطع. لما جوا عملوا هذه الدراسات على الناس، شافوا أنه ممكن يستفيد من هذا النظام الناس اللي يعانوا من السمنة المفرطة، اللي عندهم الدهون عالية جدا بحيث ممكن تشكل خطر على صحة القلب والأوعية الدموية. مثل هذه الفئة من الناس استفادوا من ناحية أنهم قل عندهم مستوى الكوليسترول والدهون الضارة في الدم. هل بالفعل الصيام المتقطع هو السبب في هذه الفائدة ولا في سبب آخر؟ لما المجموعات هذه اتبعت نظام الصيام المتقطع وهم ما حاسين، أكلوا سعرات حرارية أقل من احتياجهم. ليش؟ لأنه في فترة الأكل المسموحة حالهم واللي كانت 8 ساعات ما قدروا يأكلوا كميات كبيرة مثل ما هم متعودين عليها بحكم أنه الوقت كان ضيق، وبالتالي أكلوا أقل من احتياجهم ففقدوا الدهون، وبالتالي جراء فقد الدهون شافوا كل هذه النتائج الطيبة من ناحية الصحة وحتى الوزن. اللي ممكن نستنتجه أنه أي نظام يخليك تأكل أقل من احتياجك من السعرات راح يساعدك أنك تفقد دهون، وإذا أنت فقدت دهون وأساساً كنت تعاني من السمنة المفرطة فصحتك راح تتحسن. ولكن مع هذا، بالنسبة للناس اللي تحب تأكل أكلات دسمة وكميات كبيرة، ولما تدخل في رجيم تأكل أقل من احتياجها من السعرات، تلاحظ أنه ما تقدر تأكل الأشياء اللي تحبها بسبب أن السعرات اللي لازم يلتزموا فيها تكون قليلة، والأكلات اللي يحبوها فيها سعرات عالية. نظام الصيام المتقطع يمكن يفيد من هذه الناحية، أنه أنت طول اليوم ما تأكل احتياجك من السعرات، وتيجي فقط في خلال فترة معينة تأكل احتياجك من السعرات اللي هو ممكن يتراوح بين 1500 لحد 2500. ولما يكون عندك الكمية الكبيرة من السعرات هذه في خلال وقت ضيق، تقدر تستانس بأكلات دسمة أكثر وكميات أكبر. ولكن في مشكلة، المشكلة أن في نظام الصيام المتقطع تكون تقريبا صايم لمدة 16 ساعة وتأكل 8 ساعات فقط. الحين الدراسات وضحت أن الصيام هذا لا يؤثر على العضلات ولا يؤدي إلى فقدان العضلات، لكن في دراسة أخرى شافت أنه أفضل توزيع للبروتين على مدار اليوم للبناء العضلي هو أنك توزعها بحيث تأكل كل 4 ساعات إلى 5 ساعات كمية معينة من البروتين تتراوح بين 0.45 إلى 0.55 جرام من البروتين لكل كيلو جرام من وزنك. ودراسة أخرى شافت عن طريق تمرين علمي وتحكم في التغذية بشكل ذكي أنه نحن ممكن بالفعل نفقد دهون وفي نفس الوقت نبني عضل. فإيش الحل؟ كيف ممكن ناخذ الدراسات هذه كلها ونحطها في برنامج واحد يعطينا أفضل بناء عضلي وقت التنشيف، وفي نفس الوقت يسمح لنا ناكل اللي نحبه وبكميات دسمة وعالية؟ هذا النظام اللي بحطه اليوم بينكم اسمه نظام الصيام المتقطع المعدل لبناء العضل. اسم طويل واجد، ممكن نسميه ونختصره نظام إعادة تحميل السعرات. في 4 خطوات. الخطوة الأولى أنك تحدد احتياجك من السعرات ومن البروتين والكارب والدهون. في وصف الفيديو بحط رابط لفيديو تحديد السعرات الحرارية. الخطوة الثانية، وزع احتياجك من البروتين على 4 وجبات في اليوم. فمثلا حسبت انه احتياجك من البروتين في اليوم الواحد 120 جرام، وزع ال 120 على 4 وجبات، فهذا معناته انه في كل وجبة بيكون عندك 30 جرام بروتين صافي كقيمة غذائية. وفي نفس الوقت مع البروتين ممكن تضيف مصدر خضروات مثل الخس أو الخضار الورقية الأخرى أو حتى الخيار أو الكوسة. شخصياً أفضل دائماً أني أخلط الدجاج مع الخس وأضيف عليه صوص خالي من السعرات على أساس يعطي طعم، وفي نفس الوقت الخس يعطيني كمية، فحتى خلال اليوم وأنا أكل فقط مصدر البروتين أكون حاس بالشبع. الخطوة الرابعة والأخيرة، أنه تشوف إيش باقي لك خلال اليوم من احتياجك من الكربوهيدرات والدهون وتوزعهم على وجبة قبل التمرين ووجبة بعد التمرين.
ليش؟ لأنه نحن نريد قبل التمرين يكون عندنا الطاقة الكافية على أساس نأدي في التمرين، ونريد بعد التمرين أنه ناكل كمية كبيرة من الأكل نشبع فيها نفسنا، وفي نفس الوقت المغذيات نستفيد منها بأكبر قدر ممكن. ولكن خلي في بالك، إذا وجبة قبل التمرين طلع فيها كمية دهون عالية فوق 9 جرام، تأكد أنك تخلي على الأقل ساعتين بين الوجبة وبين بدايتك للتمرين، وبكذا تكون أنت استفدت من كل النواحي من الصيام المتقطع، من حيث أنك تأكل اللي تحبه، وأيضا استفدت من موضوع البناء العضلي بحيث أنك وزعت البروتين خلال اليوم في 4 وجبات بكميات متساوية، وأيضا استفدت وقت التمرين لأنه كمية كبيرة من السعرات الحرارية أكلتها قبل التمرين، وبالتالي تمرينك كان قوي، وفي نفس الوقت كمية كبيرة من السعرات أكلتها بعد التمرين، وبالتالي ساعد هذا على الاستشفاء للعضلات بعد عملية التمرين. الدراسات اللي عرضتها أمامكم في هذا الفيديو بتحصلوا روابط لها تحت الفيديو مع رابط فيديو تحديد احتياج التغذية. وإذا حبيت مثل هذه المعلومات وبغيت معلومات زيادة وبكميات أكبر، تابع حسابي في الانستغرام ماكروفيت كوتشنج. لا تنسى تحط لي لايك وتعمل سبسكرايب للقناة عشان ما يفوتك أي جديد. أشكركم على متابعتكم للفيديو وأشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله.